يقال أن الشيخ نبيل العوضي هو متفرد عن التيار السلفي، وفي نفس الوقت يعني ليس من التيار الإخواني. هل معنى أنك سميت نفسك سلفي هذه الماركة خلاص الآن كل ما تقوله أو تفعله صح؟ تنظيمات الدعوية جيدة، أنا ما عندي تنظيم دعوي، عندي مبرة الجميع يعملون معي. اتهمك البعض يا شيخ نبيل في محاضراتك بأنك تلعب على الوتر العاطفي أكثر من المحتوى العلمي، وتحرص على تلحين الآيات وإلقاء الأشعار للتأثير العاطفي على المتلقي. ليش كل شيء صار بدعة اليوم؟ مشروع درر أنشئ بغرض يعني منافسة مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق. ما شاء الله جمهور ليالي فبراير اللي احنا اللي مشروع درر يقوم عليه أكثر بكثير من جمهور أغاني. البعض يقول أن الشيخ نبيل العوضي يصر دائما على الدخول في نقاشات ومناوشات يعني لا هدف لها، وربما فقط يعني تشغل الرأي العام. نص الاتهام صح. اضطر لي إنهاء هذا الحوار الشيق الماتع معكم يا شيخ نبيل، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. هذا مو شيق وماتع، هذا ملغوم صراحة. هذا لقاء يعني أنا أول مرة أقول الله يستر من السؤال اللي بعده.